مشاركة 25 جامعة، ودي حاجة يمكن ما حصلتش قبل كده أن يتجمع هذا العدد من المؤسسات العلمية والجامعات في مؤتمر واحد. فالمؤتمر قوة المؤتمر من قوة اتحاد الجامعات المشاركة فيه. بيقدم الجديد في كل ما سبق بيانه، يعني الجديد في علاج فيروس سي، الجديد في علاج فيروس بي، الجديد في علاج أمراض الكبد المناعية، الجديد في الأمراض اللي احنا بنسميها الاوكيوبيشنال ديزيز اوف ذا ليفر، اللي هي امراض المهنيه وعلاقتها بالكبد. في حاجات كتير ما كنا مش نعرف سببها وكنا بننسبها الى اسباب غير مجهوله، دلوقتي بنضرب لا دي امراض مهنيه متعلقه بطبيعه المهنه. المؤتمر النهارده جايب دكاتره من كل انحاء العالم، من اوروبا ومن امريكا ومن افريقيا، اساتذه بيحضروا وناس بتحضر المحاضرات عشان يناقشوا التجربه المصريه في علاجات فيروس سي. الجميل في الموضوع ان المؤتمر بيعلن كمان عن ميلاد الجيل الثاني من ادويه فيروس سي، نيكلوبوفير فالبا، وده متوفر حاليا في مصر تقريبا في نفس الاوقات اللي متوفر بيها في العالم، وده نتيجه كمان للشراكه اللي بقت موجوده دلوقتي بين الشركات الوطنيه المصريه زي ايفا فارما وبين وزاره الصحه. دي حاجه يعني بنسميها احنا سابقه، ان احنا بقى لنا سنه ونص مستنيين الادويه دي، وقد ايه المهمه للمريض ان هو يبقى ليه امل، انك انت لما بيجي يروح لاي حد يقول له والله لا انت عندك السسقه مش هينفع تاخد علاج، لا والله اصل في مشكله الصفره عاليه، اصل، فيجي العيان دايما بيحصل له حاله من حالات الاكتئاب الشديد ويرفض العلاج، حتى علاج الكبد نفسه يرفضه، حتى علاج السسقه يرفضه، وندخل في دلمة ما لهاش اي اخر. الدور الرهيب طبعا، احنا عندنا 3000 طبيب مسجلين في المؤتمر، يعني قله من المؤتمرات في مصر اللي فيها كده. احنا عندنا مشاركه من 16 دوله، برضو اعتقد ما فيش مؤتمرات فيها المشاركه الرهيبه دي.